اول تايم. تعال البلاك ديس مكانه كلهم حلوين في اول برايم. اه ماشي ما كلهم حلوين بس في ماركس يعني. سوها يا سوها سوها يا سوها بونجور سوها سوها يا سوها تو فابيا سوها شو؟ هتكتبي مذكراتك هنا؟ احنا بنحبك يا سوها. اه سوها يا سوها سوها يا سوها سوها يا سوها سوها. نعم تعتقد مين هيطلع نومينيشن النهارده؟ نوميني ايه؟ مين هيطلع نوميني النهارده؟ ولا حد. برافو عليك احلى رد تقول لك ولا حد. شو ولا حد؟ حدا جد بتاع نومينيات يطلعوا اربعه من المودلز ونستريح احنا بقى نبقى ملوك قاعدين كده وحاطين رجل على رجله على 9 8 8. هن يطلعوا اربع مودلز يعني قد ايه بينقص من وبيروح اثنين مودلز. اه احنا بقى نعمل ايه؟ بينقص من المودلز ناخد اثنين من عندنا احنا بنعمل كمان مودلز. برافو عليكي صح. نعمل ازاي بقى؟ خليكي مثلا انت مثلا وزينه وزينه تعرضوا مثلا تعرضوا الفساتين بتاعتك. انا مستعده خلاص. وبرده اسمائكم تنزل كده على الكمبيوتر وكل وكل اسم بجد ما بهزرش انا ما عنديش اي مانع. وهيك قرر محمد عصمت يستغني عن خدمات كل المودلز ويستبدلهم بزميلاته الديزاينرز زينة وجوسلين. أخبار لسكولا فاشن بتتابع معكم بعد البريك مع المودلز والسافوار فيفر. نهار اسود فضيحة دي مصيبة. انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ اللي حصل ده مش ممكن هيعدي بالسهل. أسرار اتفضل. ايه ده؟ ايه اللي انت عارفاه عن ممدوح ومش قادرة تقولي يا نور؟ ايه؟ مؤامرات خلي بالك من زيزي ومن رافي بنيامين وحياة نور بالدق. انت عارفة انا ممكن اعمل فيكي ايه؟ نور الصباح يوميا 6 المساء سي تي 7 بتوقيت السعودية على البس يورو. حلقة جديدة من بسمات وطن تشاهدونا بعد قليل. السيدة ريمود أنجيلوبولو استاذة السافوار فيفر دخلت لسكولا فاشن والتقت المودلز اللي التزموا بلباس محدد بيتماشى مع حصة أداب السلوك. كيف كانت الأجواء باللقاء الأول؟ منتابع سوا. أنا لحرفكم عن هالي. اسمي ريمود واستاذة أداب السلوك. كل بلد عنده ميزاته وعنده عاداته وتقاليده، يعني كيف نستضيف الناس، كيف نتكلم مع الناس، كيف يكون عندنا كرم بالضيافة، بطريقة التكلم مع الآخر. هذه أمور كتير مهمة. لكن في لغة انترناشنال يعني هي عالمية. يعني إذا لنقول أنا ببلدي المازة اللبنانية بكلها بإيدي، يمكن إذا أنا استضافوني بغير بلد هن بياكلوا بالشوكة والسكينة بيقولوا يي هيدي بتاكل بإيديها. لا، هيدي من عاداتي وتقاليدي. يعني أنا ما بدي أعمل شوك للآخر، بدي أتكيف مع البلد اللي أنا عم بيستضيفني. أوكي، هيدي شغلة كتير واضحة. مش انتو اليوم، هلا انتو اليوم نقطة انطلاق، انتو اليوم بأكاديمي عم تتعلموا كتير أمور، وأكيد انتو يمكن زايرين العالم أو في منهم بعد ما سافروا أبدا، لكن من هون نقطة الانطلاق. يعني بدكم تتعلموا خطوة خطوة كيف تمشوا، كيف تحكوا، كيف تاكلوا، كيف تسيروا في فن المخاطبة.